لا أسمعك، تفضل. نعم تسمعني؟ نعم حكيم، بالفعل أجواء كبيرة وحماسية جدا هنا في بن عكنون بالعاصمة، أجواء كبيرة جدا، فرحة هستيرية لأسر المنتخب الوطني بعد الفوز المهم والمستحق من رجال مجيد بوكراكيد. أجواء كبيرة يعني، الله يبارك خوتنا. شوف الماتش تاع اليوم ما كانش ساهل، الماتش شغل فيناليست، هذا الماتش تاع اليوم ماتش فيناليست، دو زيكيب واعرين، مروك واعره، ليك الشعب ديك تاع الجزائر واعره، والحمد لله يوسف بلالي سجل هدف، هذاك ما كناش نستناو فيه، غريب هذاك البيت هذاك غريب، الحمد لله، وعالمي كما قال لك عالمي خونا، والحمد لله يا ربي. هاكو تسمعوا، ومازال هذه فينال، قلت لكم مازال ان شاء الله، والحمد لله لحقنا، والنيفو عالي، حنايا ولينا في العالميه الحمد لله، ومازال خير قدام ان شاء الله. وهذا نهداه ليوسف بلالي بزاف. يا شيخ مبروك علينا بزاف، وانا راني مبانيكي شويه، مانيش قادر حتى نهضر في الكاميرا، بصح البيت تاع بلالي هبلني انا اليوم، ما نرقدش يا شيخ، والفوز هذا ناديو فلسطين، وهذه هي القوة الضاربة اللي كان يهضر عليها بريزيدو، هذا الماجد تبون، هذه هي القوة الضاربة اللي كان يهضر عليها، مبروك علينا. السلام عليكم. تاع الطعام ياكلها هنا، عجوزة، قالت له ندير لكم قصعة طعام ونعطوك دجاجة، قول له هنا حطوك بولاي. اروح تاكل الدجاج هنا في بن عكنون. اسمع السلام عليكم يا المروكي، ريحه عاقل صاحبي، تزور رابحين وان شاء الله لا فينال. يا فيف لالجيري، فيف لالجيري، العقوبه لا فينال ان شاء الله. فيف لالجيري، فيف لالجيري، والعقوبه القطر ان شاء الله نعطيوها ثلاثه. فيف لالجيري، قوه ضاربه، الله يبارك. واش رايك في البيت تاع بالليل اليوم؟ ترقد اليوم ولا ما ترقد؟ ما ترقش البيت تاع بالليل. يا زين. اذا هكذا هي فرحة الجزائري. شكرا لك محمد قريشي من هناك. قل لنا واش حبيت تقول، تفضل. اعطيني، اعطيت للجماهير رايهم ولا ما نسمعش رايك محمد قريشي، اعطيني كلامك بعد الفرحة، كيف عشت اليوم الامسية؟ والله يا حكيم، أنا ككل جزائري أكيد فخور جدا بهذا المنتخب الذي يسير بخطى ثابتة نحو اللقب كأس العرب بعد كأس أمم إفريقيا. يعني سنوات وأوقات جميلة جدا نعيشها مع المنتخب الوطني، أجواء كبيرة جدا تابعنا في مقر نادي بن عكنون، للأمانة كانت أجواء رائعة جدا، وكأنك في أحد ملاعب الدوحة هناك في قطر. أكيد سنواصل رصد آراء أنصار المنتخب الوطني، ستكون ليلة بيضاء دون شك. حكيم صحيح، شكرا جزيلا لك محمد قريشي على هذا المباشر طبعا بن عكنون. نرصد لكم بين الفينة والأخرى رأي الجماهير.